السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد على قناة الاتصالات. أخبار سارة لأصحاب الويندوز وهواتف الآيفون الذي يتواجد بهم آي كلود. أخبار سارة لمن يريد عمل جيلبريك أو يريد حذف الآي كلود من جهازه بثغرة التشيكرا الأخيرة الذي تكلمت عليها. وهناك أسئلة كثيرة جاءتني لهذه الثغرة. أول سؤال، وهو هذا السؤال، هناك من أراد كما ترون هنا عادل أراد عمل جيلبريك للهاتف، ولكن انبثق معه هذا ايرور كود 20. وكما ترون هنا، هل هو نفس الشخص؟ لا أعرف. كما ترون نفس المشكلة، عندما أراد أن يعمل جيلبريك انبثق معه مشكل كود 20. هذا المشكل يا صديقي انحل معك. لماذا انحل معك؟ كما ستشاهد معي هنا في التدوينة الأخيرة، الفريق أول شيء أخرج إصدار جديد، وكما سوف تشاهدون معي في الموقع الخاص بهم، كما تشاهدون معي سوف أدخل للموقع الخاص بالفريق المطور، وسوف تشاهدون معي كما ترون هذه النسخة الجديدة، وهي كذلك تجريبية، ولكن نسخة جديدة سوف تمكنك من تخطي ذلك المشكلة، وهي مشكلة ايرور 20. يا صديقي، الآن ما عليك إلا الذهاب إلى الموقع الخاص بهم وتحميل الإصدار الجديد. كما تشاهد هنا، كان عندهم الإصدار القديم 0.92، الآن هذا الإصدار عليه 0.95. اذهب للموقع الخاص بهم أو اذهب إلى الموقع الخاص بي وسوف تحمل هذا الإصدار الجديد. نكمل حديثنا عن الثغرة الجديدة يا أصدقائي. لماذا قلت لكم أخبار سارة؟ أخبار سارة لمن يمتلك حاسوب وعليه نظام ويندوز، كما قال هنا المطور، وبالخصوص هذا الشخص OTA. هذا الشخص هو المطور الخاص بهذه الثغرة، وقال أن نحن نعمل عمل كثير لتطوير هذه الثغرة لكي تشتغل في نظام ويندوز ولينكس فقط. مسألة يا أصدقاء، مسألة وقت قريب جدا سوف يطلقون الإصدار لكي يشتغل في نظام ويندوز ولينكس فقط. عليكم الصبر ومسألة وقت، ربما يطلقون الإصدار غدا أو بعد غد. كما ترون هنا 6 دقائق عندما دون هذه التدوينة، وهو يشتغل على هذه المشكلة كثيرا، لأن هناك الكثير يطلبون منه أن يطور النظام ويطوره لكي يشتغل على ويندوز ولينكس فقط. المسألة كما قلت لكم مسألة وقت. إذا كان أي جديد إن شاء الله سوف أعمل فيديو بخصوص هذه المشكلة، وهي مشكلة الويندوز كما شاهدتم معي. في لمن يتواجد عنده هاتف حاسوب ماك عفوا، فالطريقة شغالة كما وضعت لكم في الفيديو. وهنا الأصدقاء كثر قالوا لي أن الطريقة شغالة في التعليقات، الطريقة شغالة 100%. وهناك من قال لي هل الشريحة سوف تشتغل؟ حتى الآن الشريحة تشتغل، ولكن لا تجري بها مكالمات يا أصدقائي. الشريحة تشتغل وتطلع الشبكة، تنبثق الشبكة معك، ولكن لا يمكن لك أن تجري مكالمة. المهم من هذا أن الهاتف شغال وطريقة شغالة. يلا يا أصدقاء، إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا دعمه بلايك، وإذا كنتم لم تشاركوا معي في القناة شاركوا معي في القناة، لأن القناة وصلت ل 19,000 مشارك، هذا كله من فضلكم. يلا، شكرا لكم ونلتقي في حلقة جديدة.